طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. موقع أخباري يتساءل: هل يتجاوز المبعوث الأممي فشله في إحراز أي تقدم في اليمن؟ معاق في صنعاء يتحدث للعرب الجديد: منعوني من دخول الامتحانات لأني لا أمتلك الرسوم. ومن الأخبار المنوعة: خطة في ألمانيا لإقامة منازل آمنة للرجال الهاربين من عنف زوجاتهم. أهلا بكم. يمضي اليمن عامه الخامس من الحرب دون مؤشرات واضحة تلوح في الأفق عما إذا كانت الأطراف اليمنية ستذهب نحو التفاوض مجددا أم لا، وحول هذا يعنون موقع المشاهد نت. بعد إحاطة جريفيث، هل يتجاوز فشله في إحراز تقدم في الملفات العالقة؟ ويرد المحلل السياسي والمسؤول الإعلامي في محادثات ستوكهولم بليغ المخلافي على إحاطة جريفيث بقوله للمشاهد: لم يقدم مارتن جريفيث أي جديد في إحاطته، فقط أراد أن يرسل رسالة أنه لا يزال مستمرا في مهمته، خاصة بعد الموقف الحكومي الأخير منه، مؤكدا للمشاهد أن الإحاطة لم تتضمن أي تحميل عن المسؤولية لما حدث من أحداث أحادية الجانب في الحديدة رفضتها الحكومة، وتحدث عن اتفاق تبادل الأسرى وعن الإمكانات أو الإمكانية في الاستمرار في عملية السلام فقط. ويفيد الموقع أنه على الرغم من التصريحات والمواقف التي تتوالى من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي مارتن جريفيث بقرب التوصل إلى انفراجة، إلا أن كل تلك الأحاديث تذهب مع الريح مع تبادل الأطراف اليمنية للاتهامات، وتحول المبعوث الأممي إلى معرقل كما حصل مؤخرا بين الشرعية وبين جريفيث من أزمة ثقة على خلفية إحاطته قبل الأخيرة لمجلس الأمن. انتهت الأزمة كما يبدو ظاهريا بين المبعوث الأممي وبين الشرعية اليمنية، وبقي السؤال المتعلق بالسلام وبمصير اتفاق الحديدة الذي لم يرى النور بعد، ولا إجابات واضحة لدى الأمم المتحدة ودوائر صناعة القرار المعنية بالسلام في اليمن. ملف الأسرى ما زال عالقا بعد تعنت ميليشيا الحوثي، ففي كل مرة تظهر الميليشيا مبررا جديدا وفقا لموقع المصدر أونلاين، فإن الحوثيون يقترحون الإفراج عن الأسرى والمختطفين كدفعات. هذه الدفعات تبدأ بالإفراج عن 1000 مختطف لديهم مقابل 1000 من مقاتلي الجماعة الأسرى لدى الشرعية والتحالف، وهو ما ترفضه الحكومة، وتصر على الإفراج عن جميع المختطفين والأسرى الذين تم التحقق والاعتراف باعتقالهم وفق قاعدة الكل مقابل الكل. وعلقت في إبريل الماضي مباحثات رعتها الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها الخاص لليمن في العاصمة الأردنية عمان بعد إحراز تقدمات هامة منتصف فبراير الماضي بهدف استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، لكن تعنت الحوثيين أوصل تلك الجهود إلى طريق مسدود. وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في رسالة بعثها الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة أواخر مايو الماضي المبعوث الأممي بإهمال وتجاهل ملف الأسرى والمختطفين وفك الحصار عن تعز، إضافة إلى انحيازها الأخير ومحاولة تمرير مسرحية الحوثيين وشرعنة انسحابهم الأحادي من موانئ الحديدة. وطبقا للموقع فإن ذلك مخالفا لاتفاق ستوكهولم المتعلق بالمدينة والقرارات الدولية والمرجعيات الثلاث. وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان يكتب ردا على صحفي كويتي تهجم على واحدة من أهم إنجازات اليمنيين، وقال الكاتب في مقال تنشره بلقيس: أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسات الكويتية معروف بعشقه للإثارة الصحفية وشهرة الفارغة حتى لو كان ذلك ضد سياسة بلده دولة الكويت، يسهر مع أحدهم سهرة طريفة
فيكتب على إثرها مقالاً حناناً طناناً على هوى المضيف. الحياة عنده سهرة طويلة دائخة غائبة عن الوعي. تأملوا افتتاحيته في صحيفته لتحكموا. اقرأوا كي تتأكدوا أن هذا الرجل لا علاقة له بالتاريخ ولا بالسياسة أو بالثقافة أو حتى بالصحافة. يقول إن البريطانيين سعوا إلى توحيد شطري اليمن في عشرينيات القرن الماضي. لم أرى نكتة تضحك حتى الغنم أكثر من هذه. بريطانيا تسعى لتوحيد اليمن في 1920. لا يعرف أن بريطانيا لم تكن قد وحدت سلطنات الشطر الجنوبي من اليمن حينذاك، ما بالك أن توحد الشطرين. فبعض هذه السلطنات كانت دولاً وبأعلام وطوابع بريد حتى وحدتها الجبهة القومية تحت راية واحدة بثورة 14 أكتوبر عام 1963 واستقلال 30 نوفمبر عام 1967 عن الاستعمار البريطاني الذي دام 128 عاماً. أي اختلاف ثقافي بين الفريقين يا رجل؟ سيتم توحيد الناديين حلاً للإشكال؟ أين الاختلاف الثقافي بين الشطرين؟ معوز أبين ونفسه معوز البيضاء، وفوطة تعز هي نفسها فوطة لحج وعدن. التنوع البديع مهرجان ضخم في كل شبر في البلاد، في كل قرية ومدينة في اليمن. هو تنوع نادر وساحر أيها المتعالم، ليس اختلافاً ثقافياً، بل هو اختلاف المؤتلف وائتلاف المختلف. ثمة كلمة أخيرة لشعبنا الذي نحب في الكويت. ثقوا يا إخواننا في الكويت أن من يريد تفتيت اليمن اليوم سيفتت الكويت غداً. فحذار يا كويت العرب ودرة الثقافة وجوهرة المواقف من سهارة آخر الليل على موائد السفراء وإيحاءاتهم وغمزاتهم. تدل الألغام على هزائم الحوثيين، فكلما فقدوا منطقة حولوها إلى حقل ألغام، وفقاً لعنوان موقع يمن مونيتور. نزع 2000 عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بحجة شمالية اليمن. وقال موقع صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية 5 في الجيش اليمني أنه تم نزع هذه العبوات الناسفة والألغام من مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض في محافظة حجة. ولفت إلى أن قوات الجيش استعادت أسلحة ثقيلة بينها دبابة روسية الصنع، إضافة إلى عدد من الآليات العسكرية كانت بحوزة الحوثيين في المزارع ذاتها. في إبريل الماضي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن استخدام قوات الحوثيين الواسع للألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف 2017 قتل وجرح مئات المدنيين ومنعت منظمات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الضعيفة. وقالت بريانكا موتابارثي القائمة بأعمال مديرة برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: لم تقتل وتشوه الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون العديد من المدنيين فحسب، بل منعت اليمنيين المستضعفين من حصاد المحاصيل وجلب المياه النظيفة التي هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة. عقب توقف دام لأربع سنوات بسبب الحرب، تعاود الكرة اليمنية دورانها من جديد بعد أن أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم استئناف نشاطه الكروي مجددا من خلال إقامة بطولة الدوري العام التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية، ويعنون موقع قناة بلقيس. بعد أربع سنوات من التوقف، رياضيون يتحدثون لبلقيس عن استئناف النشاط الكروي وعن استعداد فريقه للبطولة. قال الكابتن محمد النفيعي مدرب فريق أهلي صنعاء أن الأندية متعطشة لإقامة هذا النشاط، لا سيما وأن لهم ما يقارب من 5 سنوات من التوقف. مثل هذا النشاط يمثل بذرة رائعة وخطوة ممتازة تبشر بعودة النشاط بشكله السابق. أما مدرب فريق شعب حضرموت الكابتن أنور سعدان فقد قال: استعدادنا للبطولة التنشيطية لم يكن بالشكل المطلوب، وهذا يرجع لعدة عوامل، منها توقف نشاط النادي لمدة ليست بالقصيرة بسبب عدم وجود ملعب لخروج ملعب النادي عن الجاهزية بسبب الإعصار وتغير الإدارة. بجانبه قال قائد فريق التلال الكابتن فيصل باهرمز إن إقامة الدوري بعد التوقف الطويل بنظام التجمعات خطوة ممتازة قياسيا بالظروف التي تمر بها البلد، منوها بضرورة عدم خلط السياسة بالرياضة واستمرار النشاط الكروي الذي تتلهف له الجماهير الرياضية. فالرياضة للجميع بحسب باهرمز.
جمال حسن يكتب عن واقع الحال وعن ما أسماه اللعب على قاعدة الشردمة، وأضاف في موقع المشاهد نت: في واقع الحال تبدو اليمن هي أكبر نقطة ضعف للخليج إذا اندلعت أي معركة، وكما أتصور لن تحدث أي مواجهة مباشرة على الأقل في المدى القريب، لكن تبدو الرياض وأبو ظبي معا سواء كان على وفاق تام أو في وجود خلافات معينة في مرحلة المكابرة، بمعنى أن أي خطر يكمن لهما في اليمن لابد أن يكون رهان تصور فوقي. ولذا حين راهن على حلفاء في اليمن لم يبحث عن أنداد، كانت اليمن بالنسبة لهما ليست أكثر من فضاء تابع لهما، بينما ظل الحوثيون مجرد مشكلة عارضة يمكن إزاحتها، وفي لحظة يبدو كما لو أنها مكبلة بحمولة من المرتزقة والرجال الصغار، لأنها لا تقبل بوجود حليف يكون ند، وإن وجد ستعمل دائما على إضعافه. هناك ربما مشاكل أخرى تواجهانها، لكن على الأقل استطاع الحوثي ردم فارق التسليح بينه وبين خصومه، لأنه يتسلح بجبهة متماسكة مقارنة بجبهة متصدعة مع الآخر. فالإمارات كبلد غني أيضاً التحقت بشعور التفوق التاريخي الذي لدى السعودية، وتعاملت مع اليمن بتلك الصورة، أي بتعالي يجعلها تنظر فقط لمجاميع مسلحة تابعة لها، حتى أنها تشجع ظهور حلفائها وهم يصرون على الظهور بأزياء إماراتية كما لو أنهم شديدو الخضوع. ولأن هناك تجزئة في النظر إلى المشكلة اليمنية تراهن على المساحة التي خرجت عن سيطرة الحوثي دون أن تنظر إلى الصورة الأخرى، فالحوثي أصبح أكثر قوة وما زال يسيطر على المنطقة الأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية والسكانية، بل إنه ما زال قادراً على تهديد الملاحة الدولية. ثم هناك أمر أكثر خطورة، فاليمن معقد إلى حد أنه قابل لإعادة توليف تحالفات جديدة ومستبعدة ما إن تفرضها الحاجة. إلى صحيفة العرب الجديد، والتي ركزت في أحد تقاريرها على مشكلة في صنعاء وعنونت الصحيفة: ذوو الإعاقة في صنعاء يطالبون بصرف مساعداتهم المتوقفة. وناشد يمنيون من ذوي الإعاقة في صنعاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في أمانة العاصمة بسرعة إعادة صرف المساعدات التي كانت تصرف لهم بشكل دائم قبل أن تتوقف منذ أكثر من عامين. وقال مختار مصلح، وهو مصاب بإعاقة جسدية، أنه منع من دخول الجامعة لأداء الامتحانات النهائية من جراء عدم سداده الرسوم الدراسية المتأخرة عليه، والذي كان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يتكفل بدفعها سنويا. وأضاف مصلح للعرب الجديد: أعاني كغيري من ذوي الإعاقة في اليمن من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء توقف صرف المساعدات العينية والمالية التي كان يقدمها صندوق لجميع ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة أطلقوا نداءات عديدة إلى قيادة الصندوق خلال الفترة الماضية يصفون ما آلت إليه أوضاعهم، لكن الصندوق لم يستجب لتلك النداءات حتى اللحظة من دون إبداء أي أسباب. بدوره قال مصدر في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في صنعاء أن الصندوق أوقف أغلب المساعدات الذي كان يقدمها لذوي الإعاقة منذ أكثر من عامين بعد إيقاف حسابات الصندوق بقرار من وزير المالية في حكومة الحوثيين، على الرغم من أن إجمالي إيرادات الصندوق منذ عام 2015 وحتى نهاية 2018 بلغ أكثر من 12 مليار ريال يمني. وأضاف المصدر أن الصندوق كان يقدم الخدمات العلاجية والمساعدات المالية قبل إيقاف حساباته لأكثر من 100,000 معوق في البلاد، بالإضافة إلى تكفله بسداد الرسوم الدراسية لنحو 10,000 طالب وطالبة في مختلف المستويات. ودعا حكومة الحوثيين في صنعاء إلى رفع الحظر عن حسابات الصندوق رأفة بحال ذوي الإعاقة. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحذر من أن هناك أكثر من 70 مليون نازح حول العالم، وتعنون البي بي سي: أكثر من 70 مليون شخص تركوا منازلهم قسرا حول العالم. وقال الموقع البريطاني: هذا العدد للنازحين جراء الحروب والاضطهاد والصراع حول العالم يعد الأكبر الذي تسجله المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على مدى نحو 70 عاما، ويمثل هذا الرقم
ضعف نظيره المسجل قبل 20 عاما، ويمثل المعدل اليومي لهذا العدد نحو 37 ألف مشرد جديد. وقال تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من ثلثي اللاجئين حول العالم قادمون من سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال. دور بعض المسلسلات في إفساد القيم. تحت هذا العنوان كتب الدكتور عبد العزيز المقالح مقاله المشهور في صحيفة أو في صفحته على الفيسبوك. تابعت في الأيام الأولى من عيد الفطر السعيد نماذج من المسلسلات التلفزيونية، ولفت انتباهي استهتار كتابها وممثليها بالقيم الأخلاقية والاجتماعية في تحد سافر للشعور العام. أشد ما لفت انتباهي عبارة سخيفة تتكرر على لسان ممثل مشهور تقول: حد الله ما بيني وبين الحلال، وهي محورة عن المقولة المعروفة والسائدة: حد الله ما بيني وبين الحرام. وعندما يتلقاها المشاهد، والمشاهد الجاهل خاصة، يعتبرها رسالة موجهة له لكي يأخذها في صيغتها المحورة التي تعكس تحلل المجتمع من قيمه وأخلاقياته، وهنا يكمن الفساد أو بالأصح الإفساد. ولا يمكن للجمهور الجاهل أن يدرك أن الكاتب أو الممثل كليهما يسخران أو يحاولان لفت الاهتمام إلى التعابير القديمة السائدة ذوات المعنى المستفز للعقول والنفوس. وقد يزعم البعض أن مناخ الحرية الجديد قد جعل كاتب المسلسل الحديث أكثر انطلاقاً وعمل على توسيع مساحة التجاوزات، وما هذا الزعم سوى تبرير لا ينفع للمناقشة، فالحرية لا تعني السخرية بوعي المواطن أو اللعب بعواطفه. وهنا تجدر الإشارة إلى الإقبال منقطع النظير على متابعة المسلسلات والعزوف عن متابعة الأفلام، وذلك لأسباب عديدة، منها أن هذه المسلسلات تبني وجودها على ما يضطرب في الواقع من هموم ومشكلات. وبما أن الجملة أو العبارة السخيفة المشار إليها سابقاً كانت الدافعة إلى كتابة هذا الحديث، فإن في مقدورنا أن نتذكر الكثير من العبارات التي تم تحويرها للإضحاك أو إثارة مناخ من التنشيط الذهني، إلا أنها لم تكن صادقة ولا تستدعي كل هذا القدر من الانزعاج. ولا أشك في أن كاتب المسلسل ومعه الممثل المشهور الذي ترددت على لسانه تلك العبارة بالغة السوء قد شعرا بالندم وأدركا مدى الخطأ الذي لحق بالمجتمع وما قد تؤدي إليه من تقبل سلبي لدى الجمهور البسيط محدود الثقافة والإدراك. في خطوة رائدة أطلقت ولايتان ألمانيتان مبادرة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي من الرجال. ويقول المسؤولون في كل من ولاية بافاريا وشمال الراين واستفيليا أنهم يريدون كسر المحظورات المحيطة بهذا الموضوع، ويعنون موقع الدي دبليو الألماني: خطوة أولى من نوعها لحماية الرجال من العنف المنزلي. وقال الموقع أن ولايتا بافاريا وشمال الراين واستفيليا كشفت عن برنامج لمساعدة الرجال الذين يعانون من العنف المنزلي في ألمانيا، ويشمل البرنامج إنشاء خط اتصال مباشر ومنصة لتقديم المشورة على الأنترنت من أجل مد يد العون لضحايا العنف المنزلي من الرجال. ومن ضمن المعالجات أيضا إقامة منازل آمنة ومراكز استشارية للرجال الذين يتعرضون للعنف من زوجاتهم. منذ عدة سنوات تعمل السلطات في ألمانيا ودول أخرى على اتخاذ تدابير بهدف الحد من العنف بين الأزواج، بيد أن أغلب التدابير تركز على العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء، فيما يعاني الرجال أيضا من العنف المنزلي، ويتردد الكثير منهم في الإبلاغ عن ذلك خشية أن ينظر إليهم على أنهم ضعفاء. ظلت دبة قطبية مرهقة طريقها وابتعدت مئات الكيلومترات عن موطنها القطبي الطبيعي لتهيم على وجهها في مدينة نيورسيك الروسية الصناعية بشمال سيبيريا، وعنون موقع سكاي نيوز الإخباري. دبة قطبية تظل طريقها وتتجول داخل مدينة الروسية، واستلقت الدبة التي بدا عليها الوهن والمرض
على الأرض لساعات في ضواحي المدينة، وكانت أقدامها ملطخة بالوحل، وكانت أحيانا تنهض للبحث عن الطعام. وقال نشطاء محليون معنيون بالبيئة أن هذا هو أول دب قطبي يظهر في المدينة منذ أكثر من 40 عاما. وقال خبير الحياة البرية الذي صور الدب عن قرب أن سبب وصولها إلى المدينة لم يتضح، لكنها ربما ببساطة ظلت طريقها، ويتابع أن عيونها كانت دامعة وربما لا تبصر جيدا، ويضر تغير المناخ بجليد البحار الموطن الطبيعي للدببة القطبية، ويجبر هذه الحيوانات على المجازفة بشكل أكبر للبحث عن الطعام في اليابسة، ما يجعلها تتصل بالبشر وتصل إلى مناطق مأهولة بالسكان. وخرج سكان المدينة التي تشتهر بإنتاج النيكل لتصوير الدبة، ومنعتهم الشرطة من الاقتراب منها كثيرا. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع بعض الصور المتنوعة من مختلف أنحاء العالم والتي توثق عددا من الأحداث الهامة، نستعرضها من صحيفة الجارديان البريطانية. فن الكاريكاتير الذي يختصر آلاف العبارات تعلق صوره في الذاكرة، حيث تعبر رسمة واحدة منه عن أحداث مختلفة عجزت الكلمات عن التعبير عنها. بهذه هي الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.